اف ام كسوبر ليبرين بين الاتحاد والفيحة. قفلنا ملف الاتحاد، نذهب الى ملف الفيحة. ولكم الاثنين المعلومة، الفيحة سجل عليه في الدوري 25 هدف، منها 8 يوسف من خارج منطقة الجزاء، من تسديدات من خارج منطقة الجزاء. هل المشكلة في الحارس أم في التنظيم؟ علي أبدأ معاك، ومعاك يا يوسف إذا بتدخلون تفضل. والحالة أمامكم لمختارنا. أنا أعتقد أنه ممكن تكون الاثنين، يعني الـ الـ طريقة لعب الفيحة دائما هو الدفاع المتأخر، ما يعتمد على الضغط على اللاعبين قبل التسديد. الشيء الثاني فلاديمير أعتقد من الحراس اللي يعني حارس متميز، ولكن ردة فعله بطيئة بحكم العمر، عمر هذا الحارس. فأعتقد أن كثير من الأهداف اللي شفناها 8 من 25 كثير، كثيرة من تسديد من خارج المنطقة، يعني عدد جدا كبير، وهذا من خلال يمكن نوعية الأهداف اللي تدخل عليه. في كثير من الأهداف فعلا تمركزه جيد، قراءة الكرة جيدة، ولكن أنا دائما أقول دائما حارس المرمى كل ما يكبر في العمر ردة الفعل تكون أبطأ. عانيت منها فترة؟ عانيت، أكيد تعاني منها، هذا شيء واقع. يعني أنت ما تعوضها بإيش يا علي؟ بالتمركز، دائما التمركز الحارس هو اللي يغطي على ردة الفعل. ولكن بعض الأهداف أنت دائما لما تكون قوة في التسديد تعاني منها بشكل كبير، ولكن في الجانب الآخر لما تشوف نوعية هذه الأهداف نفس الشيء، دفاعات الفيحة ما يكون قريب جدا من اللاعب اللي يسدد الكرة. فهذا دائما الحين نوعية المدربين اللي معاك تعتمد على قراءة الفريق الثاني، وهذه النقاط جدا مهمة لنونو، أعتقد أنها راح تكون واضحة. فوق رازوفيتش بصمة الدائمة، تحولات الهجومية يستمر فيها بكرة يوسف؟ أكيد أكيد، هو بدأ حتى كان أنا مش نتكلم عن الأسلوب اللي عبي وليش حتى تسجلت أهداف. كمل على الحالة، التحولات الهجومية وبرجع لك للتسديدات، تفضل. أوكي تفضل. تحولات طبعا، هو حاليا معناها قاعد يركز على التنظيم الدفاعي المحكم، وتحولات هجومية في ظل عنده لاعبين سريعين اللي هو مثلا نواكيمي، وعنده اللاعبة في الخط الأمام عنده سلطان مندش، عنده باولينو، لعيبة سريعين في التحولات ويستغلوا المساحات بطريقة جيدة. البلوك نتاعو كومباكت، اللاعبين قريبين للبعض، يحاول يضيق أكثر ما يمكن المساحات، ينتظر أخطاء المنافس ويستغل ضعف التوازن في الخط نص الملعب ووضعية المدافعين الفريق المنافس، ويستغل الشيء هذا من خلال الهجمات السريعة اللي هو يجيدها بطريقة جيدة، وعنده أدوات اللي تحبذ اللعب بالطريقة هذية وتجيد الطريقة هذية. معناها فوق رازوفيتش في بداية الموسم غير الأسلوب متاعه، حب يمشي للاستحواذ لكن الفريق كان سيء وقبل كثير أهداف، فلما رجع للتضييق المساحات ورجع للبلوك كومباكت واللاعبين قرب البعض ويفتك الكرة ويمشي في أقل معناها بطريقة سريعة للهجمات المرتدة، تحسنت إنتاج وحس الفريق أكثر توازن من ناحية الدفاعية ومن ناحية كابتن. يمكن من الأشياء المهمة اللي راح يعتمد عليها في الكرات يعني الارتداد، هو دائما لما تيجي وتشوف شراحيلي وحجازي لما يكونوا متقدمين في عندهم بطء في دائما اللاعب اللي طويل القامة عنده بطء في السرعة، فهذا راح يعتمد عليه وراح تكون قوة بالنسبة له.